الله وبركاته أصدقائي، اليوم جيناكم مقطع جديد هو صيد الأيل أو الموظ عن طريق السهم، فلنتابع معا. الأيل كما تعلمون يا أصدقائي ضربة مباشرة بالسهم، ضربة مباشرة بالسهم. الأيل كما تعلمون يا أصدقائي قد يصل حجم قطعان الأيل إلى أكثر من 100,000 فرد في المجموعة الواحدة. كما تشاهدون يتقفون أثر الغزال، هناك بعض الدماء. قد تصل مدة المتابعة وسطيا بين 20 دقيقة إلى أكثر من ساعتين لإيجاد الغزال. هذا هو السهم مدرج بالدماء. ها هو الأيل. مقطع آخر. الصياد المدربين. ضربة مباشرة. Perfect shot. Yeah, الآن صيد الأيل باستخدام البندقية. ضربة مباشرة قاتلة ومميتة. طلقة واحدة فقط. الصيد بالسهام من الهوايات الجميلة جدا. رجاء أصدقائي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لنلقاكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.